السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، متابعينا أحبابنا، أحباب أثاث ثقة، الله يبارك خوتنا، تفاعل تاعكم الله يبارك راهو يزيد يوم بعد يوم، ويوم بعد يوم همام الجديد خوتنا راهو يكثر الله يبارك في محل أثاث ثقة. شوفوا الله يبارك خوتنا، لي طابل صالا مونجي بليزيور موديل دخلوا المحل أثاث ثقة في لا كولور بلونش، في المارون، في المارون فونسي، ما شاء الله. مرحبا بك في المحل، ودائما عندكم جديد مع محل أثاث ثقة. خوتنا نبداو بهذا لاطابل صالا مونجي في لا كولور بلونش كما راكم تلاحظوا فيها، ولا نقول لكم خوتي نبداو بالمارون من الجهه اللي ملهيه ونجو للبيضه. البيضه شابه بزاف، نخلوها خوتي مع التالي ولا نكملوا هذا الرونجي. نبداو خوتنا بهذا لاطابل صالا مونجي في الاوفال، الله يبارك خوتي خير كبير، ومازال كاين تحت ثانيه. نبداو بهذا لاطابل صالا مونجي خوتنا في الاوفال في الاتر كالعاده، الزجاج تاعها منا خوتنا جاي تانتي بيان سور، لو بوا من تحت يبان، اللوح يبان خوتي. شوفوا لا فينيسيون، شوفوا لو بوا اتر، ولو تلاحظوا معايا خوتنا لي بي تاعها شوفوا شحال صوليد، حاجه خشينه. وعندكم ان بي سونترال من تحت، عندكم بي سونترال جاي في الوسط هنايا ثاني، وعندكم اللوحه هذه ترونفورسي ثاني من تحت خوتي. هاد لاطاب صالا مونجي في الاتر فيها 190 متر 90، لاشيز تاعها طري سوليد، كامل بالاتر، كامل اون بوا اتر. دائما خاوتي نقولها لكم ونعاودها لكم، كل ما تصح لي اوكازيون نهضر لكم على طاب صالا مونجي، نقول لكم الطابله سي فري لازم تكون صحيحه، مي لاشيز لازم تكون صحيحه عليها، باسكو لاشيز هي اللي ريحوا عليها بزاف، هي اللي عاودونا المتابعين تاعنا يجوا يشكونا من لي شيز اللي شراوهم خاصة تاع لامبورطاسيون كاع. الحمد لله التجربة تاعنا مع لي شيز تاع محل أثاث ثقة دائما حاجة صحيحة، وكاع هاي ليكم في الآتر في البوا آتر ما من تحت خوتنا، خدمتها كابيطوني في الأونتيطاش في لاكولور هذيا في الباش خوتنا، لاكولور باش ولاكولور مارون، تقدروا تنسقوها مع الصالون تاعكم فاسيلومون، باسكو خوتي عندنا خبرة مع هذا الأمر. عندنا لو دوزيام موديل هذا خاوتنا، بارك الله فيك خويا امين، اخ امين راح يرافقني في هذا الفيديو. عندنا هذا الموديل اللي ما راهو جاي لا مستطيل لا اوفال، شوفوا هنا الشكل تاعو جاي عادي متوازي، وهنا جاي فيه هذا القوس اللي هنا خاوتنا، توجور بالاتر، خدمه بالاتر. بالمناسبه نقدم تحيه للاخ تاع وهران اللي دبرت عليه شخصيا وقلت له دي هذا لاطاب صالا مونجي هذيك النهار، وشكرني في التعليقات وبارك الله فيه، بارك الله فيه. ثاني اللي شاس تاوحة ثاني خوتنا، شوفوا لو بوا اتر، شوفوا الصحة وشوفوا لا فينيسيون، الله يبارك. ما من تحت خوتنا لو تورنومون كامل اون بوا اتر بخشب الزان كالعادة، الخدمة هبال هبال تبرية. ما ننساوش الأسعار، هذه خوتنا السعر تاعها 11 مليون و800، 11 مليون و800. عندكم هذا الموديل، هذا نوفو موديل سعر تاعو 10 مليون و800، 10 مليون و800 توجور في الاثر. نروحو خاوتنا لهذا لاطابل صالا مونجي ثاني، هذه جايه دائري جايه روند، هذه طري دوموندي، واثاث ثقه راهي هنا باش توفرها، اثاث ثقه راهي هنا باش توفرها لكم دائما خاوتنا. السعر تاع هذا لاطابل صالا مونجي 7 مليون و800، وشوفوا لاشيز تاعها شحال شابه هنا الفوق خاوتنا، شوفوا واش مخدومه، وشوفوا برك لا فينيسيون في الاتر كالعاده. شوفوا لاشيز ثاني من تحت كيفاش مرونفورسيا، اكدوا على الكراسي دائما، تشجعوا علينا ولا شو عنده ولا عنده واحد اخرين، اكدوا على الكرسي يكون صحيح. هذه نصيحه تاع اخ لاخي، ومرحبا بكم في محل اثاث ثقه. نزيدوا خاوتي نقول لكم هذا الموديل اللي متوفر في 6 كراسة وفي 8 كراسة وفي 10 كراسة، الله يبارك ما شاء الله خوتنا. هذا الموديل راكم تلاحظوا فيه، شوفوا لاشيز تاعو برك، شوفوا لاشيز خاصة من الورا، شوفوا من اللور لاشيز كيفاش مخدومة، ستيل ما شاء الله. كنا شفنا هذا لو ستيل في تاع لامبورطاسيون ها، وكانوا شوية شغل لا ماتير تاعهم ماهيش صحيحة بزاف، حاجة فراجيل. هذا خوتنا خشب الزان لو اتر خالص، الله يبارك. شوف لوحة شحال خشينة، حابطة كامل هكذايا معوجة، الله يبارك. تصميم وصحة وفينيسيون. نزيد لكم خاوتنا، اسمح لي خويا امين، نزيد نوضح لكم لو بي تاع لا طابل، شوفوا شحال خشين، خشين ما شاء الله، مام فوقه كامل اون بوا،
الله يبارك. هذه طابلة بزاف شابة، السعر تاعها خوتنا في الست كراسة هو 12 مليون و800، 12 مليون و800، والسعر تاعها في الويشيز 13 مليون و800، وفي العشر كراسة ب 15 مليون و800. دوك نشوفوا العشر كراسة تاعها ثاني خرجت حطها خوتنا. نزيدو نروحو لا طابل صالا مونجي ايفون، هذه فور خوتي، واش رايك فيها امين؟ هو هذه خويا عبد الرحمن، هو هذه خدمنا منها خير ربي وما زاد كان الكرسي تاعها ما تقدرش ترفد خويا عبد الرحمن. الكرسي تاع لا طابل صالا مونجي ايفون قبيله الاخ امين كان رفد، واش قلت لي امين؟ قلت لك ثقيل بزاف ثقيل وكاع لوح منه كان، سبحان الله كان جايز منه هكذا قال لي، كانت هنا البارح اذا تشفاو. شوفوا خوتنا لاشيس تاعها، لاشيس تاعها تفضلوا كامل اون بوا، مقرب لكم شوفوا شحال كان ليها لوح. هذه غير في الواجهه تاعها، دوك نوريكم لاريير تاعها ثاني. هنا راهي في المارون فونسي اونتي طاش، المارون بيان سور اونتي طاش، المارون فونسي خرج شباب مع الزاج نوار تاعها، مع الزاج نوار تاعها من الفوق. شوفوا كرسي من لاريير، كي نقولوا كاليا لوح معناتها كاليا لوح. اروح للمحل وحاول ترفد هذا لاشيز بيد واحده، امر صعيب ممكن بصح صعيب. ميم خوتنا لا طابل لي بي تاعها ثاني حاجه سوليد، وعندكم سميناها بالايفون على جال التصميم تاعها اللي جاي على شكل هاتف ايفون الغني عن التعريف. خوتنا السعر تاع هاد لاطاب صالامونجي هو 10 ملايين و800، 10 مليون و800، 10 ملايين و800. عندكم ثاني هذا الموديل خوتي في الاوفال، هذا الموديل خوتي يختلف على الاوفال الاولى، فاش يختلف في الكابيتوناج في الزجاج، الاخرى جايه تنتي هذه في النوار، ويختلف فلاشيز ثاني الاخرى فيها لي لام، هذه هي جايه لو ميم ستيل تاع لا طاب سالامون جيروند. شوفوا الكابيتوناج هذا شحال شباب، ها هي القماشه. نعم خويا عبد الرحمن ما شاء الله، ميم لاشيز خوتي، لا عفوا لي بي تاعها ثاني خدمه سوليد، ومن تحت كاين لوحه تربط بين لي دو بي، هذيك زياده بصح تزيد ترونفورسي خوتي. السعر تاع هاد لاطابل صالامونجي هو ب 11 مليون و800، 11 مليون و800، فيها متر و90، 1 متر 90. نزيدو خوتي نروحو لهذا الموديل، هذا الموديل اللي غاب علينا وراه رجع المحل اثاث ثقه. هذا شباب امين، هذا روعه خويا عبد الرحمن، شباب. الحاجه الشابه اللي تعجبني فيه هو كي مخدوم هنا بال45، مخدوم هذا بلو باتيناج تبان كوب 45 بزاف هايل ما شاء الله. ولي شاز كالعاده، هاد لا شاز بعد ما كثر عليها الطالب بزاف لي طاب صالامونجي جاو بهاد لي شاز كيما راكم تشوفوا فيهم، توجور خدمه سوليد والكابيتوناج بزاف رائع، لا كولور بيج بالمارون، لي بي تاع لا طابل توجور ثاني حاجه صحيحه. تخموش مع محل اثاث ثقه دائما الصحه ولا كاليتي كاينه، علاش؟ باسكو عندكم لو سيرفيس ابري فونت. هاي ليكم خوتي لا طابل صالامونجي، بزاف كانوا حابين الناس حاجه في لا كولور بلونش، خليتها لكم شويه هكا اون روطار، معليش سمحوا لي. هذه لا طابل صالامونجي لي بي كاري تاع بي كاري راهي متوفره حاليا في اللون الابيض، واللمسه تاعها الرائعه واش هي؟ جات بالزجاجه لهنا في لا كولور نوار، ومام لو كابيتوناج تاع لاشيز ثاني في لا كولور نوار. تفضلوا خاوتنا، هايله ما شاء الله خوتي، فيها 160 هذه، فيها 1 متر 60، ما مظهر تاع لاشيز بزاف هاي حاجه صحيحه. انت واش حبيت لو اتر كاع هذايا وتقول لي ماشي صحيحه؟ الكرسي بلا مزيته يكون صحيح. خوتنا السعر تاع هذا لا طابل صالامونجي هو ب 10 ملايين و800، 10 مليون و800. شوفوا المنظر خوتنا، شوفوا الروعة، شوفوا كامل هذه طاب صالامونجي هايلين ويستاهلوا يكونوا في ديارنا. دوك ترجع الأمر برك للأذواق، للأذواق يرجع الأمر. كيما أنا خوتي هذا الموديل عجبني بزاف، هذا عندكم الأوفال ثاني تعجبني بزاف، الروند هذه اللي الناس اللي ما عندهمش اللي عندهم هكذا بلاصة صغيرة يعمروا بها كامل خوتنا، حتى تلف لك موديل ينسيك في موديل. دركا خوتي نروحوا لواحد الموديل دخل جديد لأول مرة راكم تشوفوا فيه في هاي اللي هو في هذا الفيديو. تفضلوا خوتنا هذا الموديل شحال شباب، بي غازيل، شوفوا لي بي تاعو شحال شابين.
خوتنا هذا اللي بيقولهم بي غازيل راهم معروفين من زمان بيان سور، وعاودوا رجعوا ولاو طوندونس ولاو فليكيت ولاو فلي طاب الباس. سبحان الله عاودوا رجعوا بقوه. شوفوا البي شحال شباب وخدمه سوليده. بي غازيل في الاتر طري سوليد مام خوتنا. شوفوا القاعده تاعها، شوفوا التصميم تاعها من الاعلى جاي لهنا خوتنا. شوفوا كيفاش جايه، الله يبارك ما شاء الله وتبارك الله. صح لا طابل شابه، ميلي شيز بزاف شابين. الاخ امين تفضل معايا نعرضوا ليهم الكرسي تاعها اللي خرج بزاف رائع. ميم كي تشوف المنظر هكذا من بعيد شباح كبير. شوفوا مخدوم كابيتوني في الظهر، تفضلوا مخدومه فلامي ثاني، ومخدوم ثاني من تحت لي بي ثاني بي غازيل، والقاعده تاعو ثاني كابيتوني بالانتيطاش. خدمه ما شاء الله بيان سور مرونفورسي طري بيان. ميم هذا اللوحه هذه زادوها لهنايا ترونفورسي اون بليس دو سا ديزاين، ترونفورسي وديزاين. الله يبارك امين. طاب في غازيل قوه هذا احنا خويا. ميم لهنا ثاني صحيحه خوتنا هنا خدمه اتر يعني ما تزغوتش خويا عبد الرحمن شو راني زغطيها ما تزغوتش خويا. الله يبارك. يعني شريك بي اللي فيها اللي بي تروح وتجي ولا كاين اللي يشوف هكذا بي غازيل يقول لك ماشي صحيحه، بصح كي تجي تشوف لهنا اللوحه اللوح اللي كالياتو والخدمه تاعها. مام نقدموا تحيه اللي خدم هذا لاطابل صالا مونجي. خوتنا السعر تاع هذا الموديل هو ب 11 مليون 800، على بالي شفتوها باللي متحوفه ومسكيورتي وكاع، بصح ب 11 مليون و 800 راهي عندك هذا لاطابل صالا مونجي باذن الله في دارك. خوتنا نزيدو نحطو تحت ونشوفو دوتر موديل مع بعض. تفضل معايا خويا امين نحطو مع بعض هكذايا. الله يحفظكم احبابنا. خوتنا ما تنساوش الاعجاب والنشر والاشتراك، ما تنساوش ثاني اللايف تاع 9 تاع العشيه اللي دائما فيه جديد على 9 وجه تليفونك. هاي قبلتنا طابل صالامونجي في الويشيز، على بالي بزاف كانوا يستناو في طابل صالامونجي في الويشيز. هاو ليكم موديل بزاف هاير ثاني. شوفوا البي اكدوا لي على البي، شوفوا الصحه. هذه هي الطابله، طابله كتكون دايره خاوتنا. هذه ايفون في جديده جايه فيها زجاجه هنا طويله خاوتنا في لا كولور نوار، ومن جهه اللي على اليسرى اون بوا، ومن جهه اللي من ثاني اون بوا. لي جيست تاعها هاو ليكم الكرسي تاعها كي العاده. ستيل هذايا جاي قلبي، خدمه طري سوليد. مام خاوتي لا شيز مخدومه بي غازيل، وعندكم لهنايا مرونفورسيا بلو بوا اتر فري طابله. باش نهضروا الصراحه طابله ما شاء الله. خوتنا السعر تاع هذا الموديل هو ب 12 مليون و 800، 12 مليون 800. هاي لكم التحفه، هاي لكم، هاي لكم الاناقه. شوفوا طابله صالامونجي في العشر كراسه، 10 كراسي انسى هني روحك 10 كراسه. بصح اذا عندك لي تسع هذه تحب لي تسع تفضلوا خاوتي. لاش شوفوا لي شيس تاعها دي اش ما شاء الله. ميم جايين هكذايا تعمر العين الله يبارك. خاوتي السعر تاعها هو ب 15 مليون 800، 15 مليون 800. تفضلوا لاشيس تاعها ثاني الله يبارك. صعيب 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 تحركوا بيد واحده، صعيب تحرك لاشيز بيد واحده هكذا احبابنا. سمحوا لي خوتي نرد الكرسي ونرجعوا ونروحوا باذن الله لا طابل صالا مونجي ستيل ماروكان بعد ما شفنا هذا التحفه. الله يبارك تحفه تحفه خوتنا. ما تنساوش الاعجاب والنشر والاشتراك، رانا نمتعوا فيكم في كل فيديو ان شاء الله انتم ثاني تمتعونا بتفاعلكم. خوتي كاين هذا لاطاب صالا مونجي ثاني في ستيل ماروكان في لو بوا اتر. شوفوا لو اتر كي تشوفوا لافينيسيون تاعو ترتاح، ما تشريش ترتاح، مام ما عندكش علاقه بالموبل ترتاح. في الست كراسة السعر تاعها كان 12 مليون و 800، حاليا راهي بسعر 8 ملايين و 800 بري بروموسيونيل. هاي ليكم لاشيس تاعها، لاشيس تاعها ثاني لونكادرومون تاعها كامل اون بوا اتر. عندكم تحت خاوتنا هنايا كابيتوني بالسكاي في لا كولور بيج. اللي عنده كالسالون تاع ارابيسك واللي يحوس يحب لو ستيل ماروكان هذه هي لاطاب صالا مونجي تاعك. عندكم خاوتي هذه هي ثاني،
هذه في البيكاري كما شفناها في البيضة رانا نشوفوا فيها هنا في المارون. بصح لي شيز يختلفوا، لي شيز هذوما تاع لي لام خاوتنا السعر تاع هذا طاو صار مونجي في لا كولور مارون بيكاري راهي عادت ولات المحل الاثاث ثقه بسعر 10.8 بار 10 مليون 800. خاوتنا نشكركم على متابعه هذا الفيديو، صدقوني انتوما احلى عائله في اليوتيوب، عائله اثاث الثقه. الله يبارك عائلتنا تكبر، وحتى خاوتنا احنا سلعتنا راهي تكبر وجديدنا راهو يكبر. كاين دي باي مازال ما عرضناهمش، كاين دي صالون. هاليكم البيلوت، شوفوا البيلوت في الموف الله يبارك، شوفوا البيلوت في هذا لا كولور تحفه تحفه. خاوتنا نشكركم على متابعه هذا الفيديو، ما تنساوش الاعجاب والنشر والاشتراك، ونتلاقاو يوميا في البث المباشر تاعنا اللي فيه جديد والتخفيضات وكاع، راكم تعرفوا العائله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.